بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. في شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. بقالنا كذا يوم كده بنستمتع بطقس شتوي دافئ، يمكن نهارا لكن بيبقى بارد شوية بالليل. طمنينا على حالة الطقس خلال الأيام اللي جاية. بالفعل يمكن احنا بدأنا ارتفاعات في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع الماضي، وكمان متوقع خلال هذا الأسبوع استمرار ارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية. درجات الحرارة بتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 إلى 4 درجات، وده بسبب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار وإحساسنا بالدفء والأجواء المعتدلة دافية تماما على أغلب المحافظات الشمالية، مرورا بالسواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد. أجواء مائلة للدفء ودافية أيضا على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، خاصة مع وجود أشعة الشمس فترة الظهيرة. لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل، أول ما أشعة الشمس بتبدأ تغيب تبدأ درجات الحرارة تنخفض، بتنخفض بشكل كبير وملحوظ جدا خلال فترات الليل المتأخر وساعات الصباح الأولى. درجات الحرارة فيها بتتراوح ما بين 10 إلى 11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، دي درجة الحرارة الصغرى خلال فترة الليل. بعض المناطق من المدن الجديدة شمال الصعيد بتتراوح ما بين 6 و7 درجات مئوية، كمان بعض المناطق من وسط سيناء بتقل عن 5 درجة مئوية. فأجواء من باردة إلى شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. صحيح. كمان الصقيع بيتكون على المزروعات في وسط سيناء نتيجة انخفاض الشديد في درجات الحرارة، فمهم جدا ناخد بالنا من الاختلاف في درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل اللي بيوصل لأكثر من 10 درجات. مش عاوزين ننخدع ونغير نوعية ملابسنا في الوقت ده، لأن الارتفاع ده مؤقت، احنا لسه في فصل الشتاء، أكيد هيحصل مرة أخرى انخفاضات في درجات الحرارة، ودي ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة، وإن شاء الله درجات الحرارة تعود مرة أخرى للمعدلات. هل في انخفاضات جوية هنتعرض ليها خلال الأسبوع اللي جاي؟ يعني نأهل نفسنا إن الجو هيبقى برد الأسبوع اللي جاي، ولا لحد دلوقتي يعني الجو هيكون طقس معتدل؟ لا، هو الى الان على الاقل لنهايات هذا الاسبوع، يعني الست ايام جايين، هيكون في ارتفاعات في درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى، هتتراوح ما بين ال 21 وال 22 درجه مئويه، يمكن كمان مع نهايات الاسبوع تكون 23 درجه مئويه خلال فتره النهار. الصغرى هي اللي هتظل منخفضه كما هي، وما بين ال 10 وال 11 درجه مئويه على القاهره الكبرى. كمان الظاهره الجويه المؤثره معانا بشكل كبير نتيجه طبعا وجود المرتفع الجوي وتوافر عامل الرطوبه خلال فترات الليل، وكمان هدوء سرعات الرياح وتكون الشبوره المائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. والشبوره المائيه دي كمان شبوره مائيه كثيفه، يعني بتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق، فمهم جدا كمان ناخد بالنا من الشبوره المائيه وكثافه الشبوره المائيه، خاصه في ساعات الليل المتاخر تقريبا من الساعه 3 4 الفجر تستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس. بالفعل طبعا الشبوره المائيه بنقول هي مكمله معانا كمان خلال الايام القادمه، لان هي الظاهره الجويه دايما المؤثره في الاستقرار في الاحوال الجويه. اليوم متوقع يكون في فرص لسقوط الامطار الخفيف جدا على بعض المناطق من غرب البلاد، تحديدا في مطروح والسلوم، هي فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، وكمان نسبه الحدوث ضعيفه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، على المتابعه اليوميه معانا في صباح الخير يا مصر. بشكرك مره ثانيه. دلوقتي خلونا نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها معاكم من القاهره والعظمى 21، الصغرى 10، العاصمة الإدارية 21 10، اسكندرية 21 11، العلمين الجديدة 20 11، مطروح 19 11، دمياط 21 11، بورسعيد 21 14، إسماعيلية 21 11، السويس 20 10، العريش 20 9، كاترين 14 0، وطابة
22/10، حلايب 23/15، شلاتين 26/14، شرم الشيخ 24/14، الغردقة 24/12، الفيوم 21/9، بني سويف 22/9، الوادي الجديد 24/5، أسيوط 22/6، سوهاج 23/6، قنا 25/7، الأقصر 25/8، وأخيرا أسوان 26/10. احنا هنستمتع خلال الايام اللي جايه بطقس شتوي معتدل نهارا مع سطوع اشعه الشمس، لكن بالليل درجات الحراره تنخفض يمكن باقل من الصباح ب 10 درجات، يعني يجب ان نتوخى الحذر في ارتداء الملابس الثقيله خاصه في الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح الباكر. هرجع مره ثانيه لشاذلي وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك.